زي النهارده من 9 سنين الشعب المصري خرج في كل شوارع جمهوريه مصر العربيه، في كل الميادين بالملايين، خرج عشان يقول كلمته، عشان يقول لا لحكم الاخوان المسلمين، حكم الاخوان اللي كان في هذا التوقيت كله عنف وكله قمع وكله دمار وكله ديكتاتوريه. احنا شفنا فتره صعبه جدا على عدت على تاريخ مصر، وكانت مصر اختطفت في هذا التوقيت من حضنها العربي ومن المنطقه ومن الاقليم. لكن الحمد لله الثورة نجحت وقدرنا نتخلص من هذا الحكم الصعب جدا اللي عدينا بالفعل بفترة صعبة في مصر. عشان نتكلم عن اللي حصل في هذا التوقيت وازاي استعادت مرة أخرى مصر هويتها وازاي رجعت مرة أخرى إلى حضن العربي، هيكلمنا عن ده الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع. صباح الخير عليك يا فندم. صباح النور، أهلا وسهلا. يا أهلا بحضرتك وكل سنة وأنت طيب يا فندم. وأنت طيب ومصر بخير. ازاي نجحت الثورة في تغيير المشهد السياسي، بوصلة السياسة في الإقليم والمنطقة؟ والحقيقة يعني كانت أشبه بالمعجزة الحقيقة، لأنه الناس شافت قد إيه خلال سنة واحدة البلد راحت في سكة التوهان والضياع. إحنا أحلام التغيير تحولت إلى كوابيس تقسيم الناس طائفيا وعرقيا، وفي مسلمين ومسيحيين وشيعة وسنة، وتهديد وعاوزين يعملوا جيش موازي وشرطة موازية. طبعا الأمر الرئيسي في ده كله مش بس انه كان في مشاكل طبعا في الاقتصاد، الكهرباء تقريبا بتقطع طول الوقت، الغاز، البنزين، الطرق، الزحمه، المرور بايظ، مفيش اداره، يعني فشل في الاداره، فشل في اداره الدوله، فشل في كل شيء. كل ده كان مقدور عليه بغض النظر عن انه يبقى الشعب المصري كتله واحده ومتوحد وموجود وكله في اتجاه واحد. اللي حصل انه الدنيا دخلت في سكة تانية، وأظن احنا شفنا مصائر دول من حوالينا. للأسف تنظيم الإخوان ما عندوش تصورات عن إدارة الدولة، ما عندوش تصورات عن أهمية الوحدة، وأن البلد دي في مرحلة انتقالية محتاجة وحدة الناس، محتاجة لا هم وإحنا، ده أنتوا وهم. هو ده الموضوع الرئيسي. فالحقيقة أنه الشعب المصري حس لأول مرة أنه تاريخه وهويته مهددين. لا عاوزين تاريخ قديم، ولا عاوزين تاريخ قبطي، ولا تاريخ إسلامي، ولا حاجة. عاوزين جامعة القاهرة، الأثار، يعني حاجات كتيرة جدا، مش بس مرتبطة زي ما احنا قلنا ممكن مشاكل الاقتصاد احنا قدرنا ان احنا يعني نتجاوزها ونعالجها، لكن وحدة الشعب المصري. ودي النقطة المهمة جدا في الموضوع اللي الحقيقة حسمت انه الشعب المصري يخرج على عكس دول كثيرة، لانه المصائر اللي دخلت في السياق ده في بلاد ما خرجتش منها. واحنا مش بنقول امثلة يعني بعيدة، احنا بنقول امثلة موجودة حوالينا. الناس اللي الدول اللي راحت في سكة اللي يروحوا ما يرجعش، ممكن الناس تبقى قادرة تتحمل مشكلات كهرباء، مشكلات اقتصاد، على اساس انه كلنا في اتجاه واحد. عشان كده هي اهم حاجة في 30 يونيو هو انه الشعب المصري فضل موحد وفضل عنده احساس باهمية الدولة. لان اذا احنا بنتكلم احلام التغيير ان احنا عاوزين نعمل دولة ديمقراطية، نبني، نحل مشاكلنا اللي كانت متراكمة على مدى عقود، كان ممكن ده كله يتم طالما الشعب المصري حاجة واحدة. لكن اللي حصل هو تقسيم الناس وادخال البلد في حرب اهلية او صراع كان صحيح. ممكن ما تطلعش منه، ودي نماذج مش احنا ما بنخترعهاش، موجودة. عشان كده واحنا بنتذكر ال9 سنوات بنقول ان النهاردة مصر رايحة ان الشعب المصري بيجتمع مرة تانية ويقعد مع بعضه ويناقش ويشوف هو يقدر يعمل ايه للمستقبل، يتحرك ازاي للمستقبل، يتحرك ازاي يقدر طالما احنا كتلة واحدة ووحدة واحدة وقادرين ان احنا نتفهم قيمة بلدنا نقدر ان احنا نتحرك في السياق ده. طيب، واحنا بنتكلم عن حالة الحوار السياسي اللي حضرتك كنت تتحدث عنها دلوقتي، احنا كنا محكومين من جماعة بتتاجر بكل شيء. يعني احنا كنا في صدد قضية تخابر، وثائق شديدة الحساسية بتخرج برا البلد. الشعب أدرك ده في أقل من سنة، رغم ان احنا زي ما بنقول شعب طيب وشعب يمكن خبرتنا الحياتية بمسألة السياسة دي ما هياش كبيرة قوي، لكن برضو عندنا حساسية شديدة قوي تجاه أي حاجة تمس بلدنا. هو الشعب المصري طيب ومسالم، لكن عنده إدراك لأهمية الدولة.
ودي جزء مهم جدا. بعض الناس بينظروا لده بطريقة مختلفة، لكن شايفين انه فكرة انه يبقى فيه مثلا ارهابيين طلعوا من السجن ويتعين محافظ، صحيح، او رايات سودة واستعراضات للرايات السودة. الحمد لله مصر البلد الوحيدة اللي ما ترفعش عليها رايات سودة، وده جزء مفترض انه الشعب المصري يفخر بيه تماما. ودي النقطة الرئيسية، لو احنا فاكرين كان في محافظ قبطي تعين ما دخلش المحافظة في الوقت اللي مطلعين ارهابيين يعينوه، فكرة يعمل جيش موازي ويعمل ميليشيات ويقسم الدنيا، هو ده الخطر الحقيقي اللي ممكن ياخد البلد فعلا في سكة بيضيع ثرواتها، بيضيع قدرتها، بيضيع كل حاجة. هي مسألة الذراع المسلح على غرار الحرس الثوري الإيراني، وانهم كانوا متخيلين انهم يقدروا انهم يقفوا قدام جيش بحجم الجيش المصري، ازاي الجماعة دي كانت بتفكر في ده؟ ما كانوش دارسين كويس يمكن تركيبة الشعب المصري، وفعلا هم نجحوا في انهم يقفزوا على السلطة باستخدام فترة انتقالية كانت مرتبكة، وكانت النخب غير قادرة على انها تخطط وتضع في اعتبار الدستور الاول ولا الرئاسة الاول، الحكومة ده يجي ولا ده ما يجيش، هم لديهم مخطط. وبالرغم من انهم طول الوقت كانوا بيقولوا مش عاوزين البرلمان دخلوا البرلمان، مش عاوزين الرئاسة دخلوا الرئاسة، مش عايزين الحكومة دخلوا الحكومة، وخدوا ده وهم غير قادرين على ادارته. هم عندهم تكتيك جيد على مدى سنوات في النقابات وفي الشارع، واستغلوا الفترة الانتقالية وخلافات الناس وعدم قدرة النخب على انها تتخذ ده، وبدأوا يقفزوا على الامر. وبعدين ده كل ده قنوات بتبث تهديدات وتحركات. ففكرة الميليشيا او فكرة انه يبقى فيه ده اللي احنا شفناه في دول حوالينا، هو ده الحقيقة اللي كان كاشف. عشان كده احنا بنقول الشعب المصري مسالم جدا، لكن عنده ادراك حقيقي ودرجة كبيرة من الوعي انه يفوت فرصة دول تفككت من حوالينا، وهي دي كانت النقطة الرئيسية. وعشان كده واحنا بنتكلم دلوقتي الناس رجع للحوار الوطني وبيعيد تحالف 30 يونيو، وان الناس تختلف وتتفق حوالين الاقتصاد والسياسة طالما الدولة موجودة والنواة الصلبة موجودة. وزي ما انتوا ضربتوا المثل، الحقيقة القوات المسلحة هي قوات مسلحة، الجيش والشعب جزء واحد، ودول ابناء الشعب. والشعب المصري بالمناسبة كان خارج في مظاهرات سلمية بيواجه جماعة يعرف تماما انها صحيح كانت بتمارس العنف وبتمارس التهديد وابتعد بالصبور والعزائم الامور. فهي دي القضية الرئيسية، برغم الشعب المصري مسالم الا انه عنده ادراك بهويته، صحيح، ادراك باحقيته بانه يكون في حياة. احنا ممكن على فكرة نتحمل، اظن انه على مدى تاريخ مصر الحديث في حروب او في غيره تحملوا كده كتير. المصريين تحملوا الظروف وعندهم استعداد يتحملوا. وبالمناسبة زي ما احنا بنقول المشكلة الاقتصادية او المشكلة الاجتماعية او غيره احنا نقدر نحلها بالحوار، ونقدر نتكلم ويبقى فيه وجهات نظر ويبقى قادرين الناس. ودي النقطة الحقيقة الحاسمة في الوقت ده اللي نقدر، احنا عدينا ازمة كورونا، في ازمة عالمية بتنعكس نقدر نعديها طالما احنا قادرين على اننا نتحرك معا. طيب استاذ اكرم، من ضمن سياسات التنظيم هي الهروب للخارج وتكوين مراكز في الخارج، مراكز قوة في الخارج بتدعم التنظيم وفي نفس الوقت تروج لأفكاره. لكن في هذه الفترة وزي ما قلنا أن الثورة قدرت أن هي تقصي الإخوان تماما في الداخل وفي الخارج، كانت هناك تحركات مصرية كبيرة جدا في الخارج لفتح جرائم الإخوان الإرهابية، وشفنا من بعدها تحركات برلمانية في دول أوروبية عديدة بتدعو إلى حظر جماعة الإخوان واعتبرها جماعة إرهابية. إزاي شايف حضرتك التحركات المصرية الخارجية في هذا التوقيت؟ خلينا نقول ان التحركات المصريه كانت مهمه لانه احنا 9 سنوات منهم تقريبا 6 سنوات كانت حملات بشعه من قنوات واموال ضخمه، وهم عندهم ملاءه ماليه وتجهيزات ماليه وتخطيط على مدى 70 سنة، فضلا عن ارتباطاتهم باجهزه ودول كانت بتساعدهم بشكل كبير، واظن ده اصبح معروف يمكن دلوقتي بشكل اكتر. فكره التحركات المصريه، الحقيقه مصر واجهت محاولة لعزلها، ادعاءات مظلومية، اكاذيب كثيرة جدا، وتقارير طول الوقت كانت موجودة، وما تزال فكرة الشائعات وفكرة لجامات اللي هي النقطة اللي احنا بنقول عليها ليه المصريين لازم يروحوا للحوار ويبقوا موجودين معا. فكرة تشكيكك في نفسك زي احنا بنقول طاقة سلبية، او يشككك في قدرتك، لا انت مش تقدر تعمل كذا، لا خلي بالك انت ده الموضوع الفلاني. فكرة الشائعات والاكاذيب اظن احنا شايفينها حتى في الوقت الراهن. فده مهم جدا انه كانت تتحرك الدولة المصرية على مستويات كثيرة في الاتحاد الافريقي، في الدول المختلفة، يمكن الدول الاقليم، الدول العربية اللي سندتنا ووقفت معانا كانوا مصدقين وعارفين، لانه عارفين انه مصر لو كانت ذهبت في المطير ده
كانت الدول العربية كثيرة ودول الإقليم، باقي دول الإقليم كانت ستذهب إلى فوضى وإعادة تقسيم، لأنه لما إحنا بنقول فشل بالمناسبة فضل الناس حتى الشعب المصري ما كانش بتعامل زي طريقة الإخوان اللي هو نحكمكم أو نحرقك، وبالعكس حاول يساندهم، حاول يفهمهم أن الدولة مش كده وإدارة الدولة مش كده، أن مصر بلد كبير ما ينفعش أن أنت تبقى تابع لخليفة أو تجيب واحد من بره يحكم. هذه الأفكار الحياة التي ما تزال، وبعدين بيدخلوا الناس في سياقات وخلافات سوفسطائية بالفعل، أنه إحنا بنتكلم على شكل وعلى طقوس، وبالمناسبة هو تيار ديني وليس تيار إسلامي، لأنه الأديان نزلت من أجل سعادة البشرية، لكن هم بيقسموا، وإذا اختلف مع حد، إذا الشخص ده مثلا رحل فيعتبروه عقاب، إذا حد محليف ليه رحل أو مرض فيعتبروه اختبار. فكرة التقسيم إحنا وإنتوا الآخرين والتانيين، ده هو المفهوم الرئيسي، عشان كده إحنا بنتكلم في مفاهيم، ودي الأساس في الموضوع. إزاي الشعب المصري أدرك ده مبكرا ونجح في إن أنت يطلع 30 مليون ويواجهوا وعارفين إن هيدفعوا تمن، شفنا قد إيه التهديد واللي حصل في سيناء واللي حصل في مديريات الأمن، وما كانتش الدولة بقوتها دلوقتي. عشان كده وإحنا بنقول وإحنا رايحين للحوار الوطني نقول الدولة لديها من اللياقة والاستقرار، وإحنا ما بنقول في فرق بين الاستقرار وبين الجمود زي ما قبل 25 يناير. الاستقرار يعني يبقى فيه حيوية ويبقى فيه قدرة إن إحنا نناقش ونختلف ونتفق حوالين، لأنه سيناريو زي اللي حاصل دلوقتي مفيش خبير في العالم كله عارف السيناريو ده هيروح فين، لأنها أزمات جديدة، لكن نقدر نواجهها زي ما واجهنا ما هو أصعب منها، لأن احنا واجهنا تنظيمات إرهابية قوية جدا، رايات سودة كانت بترفع في كل حتة، حشد وأموال ودعاية ضخمة جدا. الحقيقة الدولة المصرية والشعب المصري بذلوا جهد، حتى الناس على مواقع التواصل كانوا بيبذلوا جهد حقيقي وما زالوا في مواجهة لجان وشائعات كل يوم بتطلع طوال الوقت، كان بيطلع في الوقت بعض الأسابيع كان بيطلع في 20-30 ألف شائعة، بعضهم بيتعلقوا بالاقتصاد أو بحياة الناس، وما تزال اللي هي محاولات إن إحنا نوصل نشك في نفسنا أو قدراتنا مهما كانت الإمكانات ومهما كانت غيره، كل ده لازم نبقى إحنا قادرين طالما إحنا متوحدين إن إحنا نخوض ده. لكن يعني نقدر نقول إنه بعد 9 سنين بقى عندنا قدر كبير من الوعي نقدر نفرق بين شائعة وبين كلام حقيقي. عودة لمسألة أنه مصر بعد 9 سنين من ثورة 30 يونيو عادت لتكون رمانة الميزان مرة أخرى في المنطقة، ويمكن يعني أقرب دليل على ده ما يحدث في مدينة شرم الشيخ من لقاءات عربية موسعة، يعني لقاءات شديدة الأهمية في هذا التوقيت على وجه التحديد. السياسة الخارجية المصرية الحقيقة تم إعادة صياغتها بشكل كبير، لأنه مصر في قبل 9 سنين كان محاولات لعزلها ودعاية وشائعات واتحاد الأفريقي. مصر أحيت دوائرها الطبيعية، الدائرة العربية، الدائرة الإسلامية، الدائرة الأفريقية، كمان الدائرة المتوسطية الحقيقة اللي كانت جزء من مطالب نخب وخبراء كثيرين. فالسياسة الخارجية مصر جسر أولا بين أفريقيا وبين أوروبا وبين آسيا ودوائرها فمفهومة، والتحركات الأخيرة الحقيقة القمم واللقاءات والزيارات كلها لبناء مواقف عربية تتماشى مع المصالح العربية، لأنه احنا شايفين أنه العالم والمنظمات الدولية كل حد مشغول بمصالحه ومشغول بتفاصيل منافساته وصراعاته وإعادة بناء نظام دولي ما زال يتشكل منذ التسعينات ويمكن أصبحت واضحة. فالأمر أنه إعادة صياغة أن الدول العربية والإقليم يكونوا قادرين على اتخاذ مبادرات ما يبقوش مجرد رد فعل ولديهم، ده اللي حاصل في القمم المختلفة سواء في شرم الشيخ مع ملك البحرين وملك الأردن، أو في استقبال ولي العهد السعودي، أو في تحركات الرئيس في عمان أو في البحرين، تحركات المختلفة على أكثر من صعيد، وتمتين وإعادة بناء العلاقات الإفريقية بناء على علاقات المصالح والشراكة والتعاون. صحيح. كل دي وعدم من التدخل من الإقصاء يا أستاذ أكرم، من إقصاء مصر في هذا التوقيت لو نفتكر بالضبط، والشراكة والتعاون وامتداد يعني دوائر مصر الطبيعية ده جزء مهم جدا من بناء علاقات يعني سياسات خارجية، وبالمناسبة هي سياسات ثابتة تماما تقوم على الشراكة والتعاون، على عدم التدخل، على عدم الدخول في صراعات داخلية، بالعكس محاولة حلها، ده جزء مهم جدا من بناء مواقف عربية في ظل أزمة بتهدد كل الدول. أي حد مطلع بجد يعني عشان ناس احنا مش بنقول ان مفيش أزمة، بالعكس دي أزمة وموجودة عالمية، بس نقراها صح ونقدر نتعامل معها، لأنه مفيش حلول جاهزة نازلة من السماء لحل هذه القضايا، احنا بنحلها بالخبراء وبالعلم وبالتفاهم وبالتفاصيل. طيب أستاذ أكرم، هل أدركت الجماعة الإرهابية بأن المزاج المصري
يرفضهم رفض تام على كل المستويات الثقافية والسياسية. والسؤال المهم برضو اللي يجب الناس تعرف إجابته، ماذا لو لم تقم الثورة؟ والله ده سؤال مهم جدا، لانه صحيح السياسه والتاريخ ما فيهاش لو، لكن احنا مش محتاجين نقول لو. ده انا يعني قلت ده قبل كده، احنا شفنا وجود الاخوان المسلمين كلما دخلوا في دوله فككوها، يعني احنا وجودهم حوالينا في ليبيا بيعرقل المسار السياسي وبيدفع ودفع لتحالفات مع داعش وغيره، في سوريا نفس الامر، في العراق قبل ذلك. هذه التيارات تيارات تفكيكيه، تيارات لا ترى اهميه لاهميه الدوله، وتتفق مع تيارات فوضوية أخرى لأن إحنا نفور الدولة دي ونعيد صياغتها وهي تنظم نفسها. الحقيقة أنه كان هيبقى البقاء للأقوى، كان هيبقى الميليشيات في الشارع، وده إحنا مش بنقول لو، لأنه إذا كان التاريخ والسياسة ما فهمش لو، لكن الحقيقة إحنا شفنا نماذج. هم إذا دخلوا أي بلد خربوها ودخلوها في صراعات وصراعات عرقية وطائفية وحروب أهلية، ده اللي حصل في دول حوالينا. فإحنا اللو دي موجودة تطبيقيا عندهم، في دول لم تقم حتى الآن وتصير تنظيم الإخوان. إحنا شايفين عملوا إيه في تونس، اللي حاولوا ينتزعوا برضو السلطة ويتأمروا على البلد، وبعضهم متهمين بفساد وغيره، وفي صراع واضح جدا موجود. الحقيقة إنه الدولة التونسية والشعب التونسي أيضا بيحاول يقف أمام هذا، لأنه برضو أدخلوا الناس في إحنا وإنتم وشعب وشعب وناس وناس، هي دي النقطة. فإحنا اللو دي مطبقة فعليا، هم موجودين وتجربتهم واضحة، إدخال الناس في صراعات، تقسيم الناس عرقيا ودينيا وطائفيا. مصر ما كانش فيها شيعة وسنة، هم خلقوا شيعة وسنة. مصر ما كانش فيها الصراع الطائفي، شفنا قد ايه لأول مرة الكاتدرائية المصرية بتتعرض لهجوم قبل 30 يونيو، وبعديها شفنا قد ايه عملوا في الكنائس، احساسهم بانه التفرقة بين الناس بالمظهر وبالشكل، وفرض نوع من الطقوسية والشكلية ليس عن إيمان حقيقي، ولكن عن رغبة في تفكيك الناس وتقسيمهم مؤمنين وكفار وغيره. هذا السياق الحقيقة سياق موجود طول الوقت لدى التنظيم ده والتنظيمات المتطرفة على مدى التاريخ، وده واضح انه قعدوا يخططوا 70 سنة، وكان الناس تتقبلهم لانه الناس كانوا بيتصوروا ان هم يقدروا يدخلوا في السياق العام، وكانوا بيدعوا لشراكة وان احنا شركاء. صحيح. كل ده تم مسحه وبدأ يتعاملوا بأنانية وبدون قدرة على إدارة هذه الأمور. صحيح، وعشان كده بنقول أنه 30 يونيو هي الأحدث الأبرز والأهم في القرن 21، مش بس لمصر بل للمنطقة بالأكمل. بالتأكيد، ودروسه مهمة جدا، ودروسه النهاردة يعني الحقيقة أنا بشير دايما أن احنا وإحنا في 30 يونيو بعد 3 سنين راجعين لحوار وطني، نفس المصريين اللي خرجوا مع بعض رجعوا بعد ظروف استثنائية الحقيقة كانت تستلزم تحركات وعلاجات طبيعية جدا في مواجهة إرهاب، وده إرهاب مش طبيعي أو حرب منظمة، في عداء، كان فيه الفيروس الكبدي سي، كان فيه العشوائيات كمان، يعني خلينا برضو نتكلم في ده. بس الحوار الوطني الحقيقة بيعيد تجميع وحدة 30 يونيو، وإن احنا نستطيع أن نختلف ونتفق، والدولة لديها لياقة. والحقيقة أنه ده بدأ من بدري من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اللي بتتضمن كثير من اللي تم إعلانه. يعني الموضوع لا مفاجئ ولا له علاقة بأزمات، ليه علاقة بتوقيتات. صحيح. إن احنا وصلنا للدرجة اللي نقدر نفكر فيها مع بعض ونختلف ونتفق دون أن نصل إلى الصدام، ودي أهم نقطة، إنه افتح الباب للاختلاف وتوسيع المجال العام بشرط إنه الناس تكون قادرة على تقبل بعضها وعلى التفاهم وطرح وجهات نظرها دون تكفير أو تخويل. إذن كانت بمثابة طوق نجاة لمصر وللمصريين، اعاده وللمنطقه كمان، مصر للمصريين وللمنطقه. بنشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. اكرم القصاص الكاتب الصحفي رئيس مجلس اداره ورئيس تحرير اليوم السابع. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. اذا مشاهدينا لسه تغطيتنا مستمره مع حضراتكم للذكرى 9 لثوره 30 من يونيو. كل سنه وشعب مصر الطيب الجميل الابي بألف خير. كل سنه وانت طيب يا هدير. كل سنه وانت طيب يا شاذلي. كل سنه ودايما قوتنا في ارادتنا وقوه قرارنا في استمرارنا ان احنا نحافظ على بلدنا. كل سنه وكل المصريين الطيبين الجدعان بخير. وتغطيه القناه الاولى مستمره مع حضراتكم لحد بعد منتصف الليل في الذكرى 9 لثوره 30 من يونيو.